السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في بداية كل الله وصلى على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. طب في المقطع هذا حنتكلم عن حزمة وندر وومن وكيف تقدر تتحصل عليها مجانا قبل ما تنزل في الايتم شوب. صراحة الحزمة جدا خيالية، فقبل ما نبدأ في التفاصيل أتمنى أي شخص مشترك في قناتي يشترك في قناتي، لا تنسى تفعيل زر الجرس ولا تنسى استخدام كود الايتم شوب X2X2، وأهم شيء لا تنسى تدعم المقطع بلايك، وخلينا ندخل بالتفاصيل. طيب يقول لك من جزيرة النعيم إلى جزيرة فورتنايت تصل وندر وومن إلى فورتنايت. أعتقد الكل يعرف الممثلة هذه، أنا أوريكم صورتها هي هذه. بس صراحة لو كانوا سووا السكن على نفس الشكل بالملي والله السكن هذا كان حيطلع جدا خطير، لكن ما طلع نفسه، لكن مو مشكلة برضه شكل السكن حلو. طيب يقول لك يتزايد انتشار الدعوة إلى المساعدة بينما لا يزال الغزو متواصلا. تصل إلى وندر وومن إلى فورتنايت البطلة التي ترعى السلام. يقول لك يمكنك شراء وندر وومن عن نسختها المدرعة من متجر العناصر في 20 أغسطس. طيب الحزمة هذه حتنزل يوم 20 أغسطس في متجر العناصر في 2021 الساعة 3 صباحا، لكن يقول لك تقدر قبلها بيومين تأخذها مجانا. كيف تقدروا تأخذوها مجانا؟ دحين أشرح لكم كل شيء بالتفصيل. الحزمة عبارة عن إكاس اللي هو الفاز ده، والسكن، والسكن جدا خيالي، وعندك مظلة شراعية، والحقيبة هذه عبارة عن الرداء زي حق سوبرمان. طيب يقول لك شارك في المنافسة في كأس وندر وومن. شوف كيف تقدر تأخذها مجانا، هذا الطريق البطولة دي. يقول لك اجلب صديقك للتنافس في كأس وندر وومن. اجلب صديقك يعني البطولة زوجية في 18 أغسطس، يعني 18 هتدخل البطولة. إذا جبتها كويس، ما جبتها تقدر تشتريها من متجر العناصر. عشان إيش؟ لا تزعل حالك إنها راحت عليك الحزمة، تقدر في فرصة تانية إنك إيش تكشكش فلوس وتدفع. لكن إذا أنت يعني شغلت نفسك مظبوط وجبت لك صديق تمام ولعيب تقدر تجيبوها مجانا وتريح دماغك. المهم يقول لك من أجل الحصول على زي وندر وومن وزينة طهر رداء ديانة قبل طرحها في متجر العناصر، سيتاح لك مع شريكك 3 ساعات نفس كل بطولة، يا 3 ساعات يا 10 أيام. يعني ممكن تقضي 10 أيام في 3 ساعات، وممكن تقضي 5 أيام في 3 ساعات. إذا غلقت 3 ساعات أو 10 أيام بتغلق عليك البطولة، تمام؟ يقول لك 10 مواجهات على أكبر قدر ممكن من النقاط. الفرصة الأفضل أداء في كل منطقة ستتلقى زي وندر وومن زين الظهر. شوفوها هيدا حين بيقولوا لكم الشيء زين الظهر رداء ديانة. أي فريق يحصل على 8 نقاط. شوفوا هذه البطولات صارت الحين في 3 بطولات صارت نفس النظام. أي فريق يحصل على 8 نقاط يحصل على شاشة التحميل هذه اللي هنا شايفينها مجانا. أوكي طيب ندخل في التفاصيل اللي هي المهمة. الانتصار الملكي 42 نقطة جدا حلوة. طيب ندخل في عندك التصفية. التصفية كل تصفية نقطة يعني كويسة. طيب في نقطة مهمة كل مرة أوضحها وحوضحها كمان مرة. اختار صديقك كويس، لأنك إذا أنت لعبت مع صديقك 5 أيام 6 أيام وصديقك سحب عليك، خويك سحب عليك، النقاط ترجع معك صفر، تمام؟ فلما تختار واحد اختار معه إنك تكمل معاه البطولة كاملة. واضح الصورة دي؟ طيب طيب ندخل في التفاصيل اللي يقول لك هي كالعادة يجب على اللاعبين أن يكون لديهم المصادقة الثنائية. المصادقة الثنائية تبغى تعرف كيف تسوي المصادقة الثنائية؟ أنا أحط لك رابط أسفل الفيديو، في عندي مقطع سابق قديم يبين لك كيف تسوي المصادقة الثنائية، هو المقطع السايلنت بس وضحت كل شيء بالتفصيل. ويكون حسابك 30 يعني واصل لفلك 30 أهم شيء، تمام؟ طيب خلينا ندخل في القواعد أهم شيء والأشياء إيش المهمة. أدخل أوكي. يقول لك القواعد الرسمية لكأس وندر وومن التقديم والقبول، هذا شيء معروف. طيب خلينا ندخل إيش على أهم حاجات اللي هي كل سيرفر كم يربح. طيب فين وفين 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 الانتصار الملكي 42 نقطة، التصفيات نقطة، هذه عرفناها. أوكي جينا هنا يقول لك جوائز الحدث أوروبا من 1 إلى 2500 شخص ياخذ وندر وومن التجميلي داخل اللعبة وزين الظهر وثمانية نقاط مكتسبة اللي هي قلت لكم شاشة التحميل. يعني من 1 إلى 2500 هتاخذ الحزمة. طيب عندك أمريكا شرق أمريكا الشمالية من 1 إلى 1250 شخص
نفس الحكايه ياخذ اللادا. بس انصحكم شرق امريكا لا تقربوها لانه اللاد فيها جبار. تمام. طيب غرب امريكا من شخص الى 500 شخص. وعندك فين البرازيل من 1 إلى 1000 شخص برضو كويسه. برضو البرازيل شوف البرازيل هذا السيرفر الوحيد اللي فيه كثير منهم. بس لما تدخل تلعب هتلاقي اللاج يضرب معاك 800,000 زي كذا البنك فلا تقربوا احسن لك. طيب عندك اسيا واوكيانوسيا والشرق الاوسط هذه افقر سيرفرات في حياتك كلها من 1 إلى 250 شخص يحصل على الحزب. اوكي طيب دحين هتسالوني ايش الاوقات. ترى الاوقات لسه ما نزلت في البرتشن يعني انا دخلت حق تنافس ابغى اسوي لكم زي كل مره الصوره كذا واوضح لكم كل سيرفر كم التوقيت حقه ما في صراحه بس انا سويت لكم اياها دحين كتبت لكم اياها وظبطتها عشان ايش تعرفوها لانه كثير هذيك المره قالوا لي التوقيت 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 فهذا التوقيتات قدامكم صوروها واحفظوها قدامكم عشان تعرفوها. الشرق الاوسط اسيا واوكيانوسيا نفس التوقيت اوروبا البرازيل امريكا الشماليه وامريكا الشرقيه وامريكا الغربيه تمام صوروها عشان تحفظوها لانه لسه ما نزلت عندي في نافذ الصراحه انا قلت اكتبها اسهل الموضوع عليكم وخلاص تمام كده الصوره واضحه قدامكم. طيب نجي ليش ما باقي شيء جوائز كل شيء تمام. اذا عنده اي احد استفسار اي شيء ارسل لي في التعليقات انا اجاوب عليه ان شاء الله باللي يتمنى تمام. يقول لك قيمة التجزئة التقريبية لويندو رومان 20 دولار يعني الحزمة هتكون ب 20 دولار انا يداري كم عربي ما علينا. كده واضح الصورة قدامكم كده وصلنا لنهاية مقطعنا. اتمنى اي شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2 واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك وان شاء الله نتقابل في مقطع اخر وفاهمان. Yeah.